هذا ويعد مشروع تحديث مطار البحرين الدولي أحد أهم المشروعات التنموية التي عكفت حكومة مملكة البحرين المقر على تنفيذها، حيث جرى إنجاز هذا المشروع خلال فترة قياسية بلغت 4 سنوات بتكلفة إجمالية وصلت لنحو 1,100,000,000 دولار، كما يمتاز المشروع بالمرافق المصاحبة له. يسطر مبنى المسافرين الجديد فصلا جديدا في تاريخ قطاع الطيران الثري في مملكة البحرين، كما أنه يسهم في ترسيخ مكانة مطار البحرين الدولي كأحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. خرج هذا المشروع التنموي إلى النور بقيادة روح الفريق الواحد لفريق البحرين التي تحلى بها العاملون في هذا المشروع الطموح في جميع مواقعهم منذ انطلاقته في إبريل عام 2016 إذانا ببزوغ فجر عهد جديد لقطاع النقل الجوي في المملكة. مشروع تحديث مطار البحرين الدولي يعد أحد أهم المشاريع التنموية التي عكفت حكومة مملكة البحرين الموقرة على تنفيذها، حيث جرى إنجاز هذا المشروع خلال فترة قياسية بلغت 4 سنوات بتكلفة إجمالية وصلت لنحو 1,100,000,000 دولار، كما يمتاز المشروع بالمشاريع المصاحبة حيث يحوي على مبنى المسافرين الجديد وموقف سيارات متعدد الطوابق ومركز المرافق وحقل وقود الطائرات ومحطة إطفاء الحريق ومجمع الشحن الجوي وفق رؤية تواكب اتجاهات حركة السفر والطيران العالمية وترتكز على ضمان الرفاهية والتصاميم المراعية للبيئة التي توظف أحدث التقنيات وتلتزم بأفضل ممارسات الطيران الدولية. هذا وتبلغ مساحة مبنى المسافرين الجديد 4 أضعاف المبنى القديم، ويتميز تصميمه بطابع بحريني أصيل وأجواء ترحيبية متميزة، وتم تجهيز المبنى الجديد بأحدث التقنيات العالمية وتدعمه بنية تحتية جديدة فائقة الجودة، فضلاً عن تعزيز الجانب التجاري للمطار من خلال استقطاب أهم العلامات التجارية، كما سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 14 مليون مسافر سنوياً، وسيقدم تجربة سفر متطورة ومتكاملة تتيح لمرتادي مطار البحرين الدولي التمتع بأعلى معايير الرفاهية والتميز. Thank you.